عيني منك يا راكب العجلة يا مهلبية يا رزي على ملوخية يا الغلب والشقم. الأنسة عبلة هتسألك شوية أسئلة لازم تجاوب عليها بمنتهى الصراحة عشان إحنا كمان نريحك ومش لازم تشتكي منك أبدا. عن إذنك عشان تاخد راحتك. تعالي يا لولا. وأنت تسأليني بتاع إيه؟ نيابة حريمي؟ لا أنا صحفية يا لولا. ماشي بس بلاش حكايه لولا وحياه ابوكي ده اسم الكار وانا بطلته من ساعه ما اتجوزت. قولي لي يا سامي بتدخني؟ ساده ومعمر يا حبيبتي ده الواحد خرمان يخرب بيت نفوخي. اصل الواحد لازم يعمل احتياطه برضه. خليها عشانك معايا غيرها. طب ما تجيبيها هي اخرى كمان وخليكي جدع. ده السيجاره هنا اغلى من الفلوس. ماشي وخدي دي كمان. طيب لما نخفيهم بقى لحسن ده احنا هنا قاعدين بنعسكر بنعسكر وحرامية. ولولك خدي خدي بعتي هاتي لي بيهم سجاير علشان نرجع لك العلبه بتاعتك. انا ما نحبش نكون مديون لحد. أول مرة تتحبسي؟ لا بعد عنك زبونة. أبوني إلا قولي لي أنت ست ولا بنت؟ أنا لسه ما اتجوزتش. يبقى خلاص هقولك يا مزمزيل عبلة. ما قلتليش إيه اللي وصلك لهنا؟ أني بقى بالصلاة على النبي بنت اسكندرانية. صباح القلسطة يا قشطة. اختارك خضتني. روح ساخت. ما تيجوا بينا نروحوا الكابينة. يوه يا عليوة قلت لك ألف مرة لا يعني نقة. يا بنت اللذينة ليه يا سونسو؟ أنت مش هتبقي مرات يا بنت. مش قادرة نصدقك. أهو كده نزعلوا قوي. ما هو لو ما كانش في ثقة بينا يبقى الجواز في الكازوزة. أقصى عليك يا عليوة. أنا ما نقصدش نزعلك. أنا بس خايفة. خايفة؟ خايفة من إيه؟ تعالي يا بنت تعالي. يا عليوة. تعالي بس. تعالي ما تخافيش.
يعني لازم عايزين نتكلموا براحتنا من غير ما حد يشوفنا. تعالي بقى يلا. تعالي يا بنت، ده انت حبيبتي. الله، تعالي يا حبيبتي. ايوه ها يلا. الحق مش عليا يا مسمازيل، الحق عليا. وايه اللي خلاكي تعملي كده بس؟ الحب يا مسمازيل، ربنا ما يحكم عليكي بيه. عليوة، عليوة، أبويا استنزرك ما جيش ليه؟ تعميرة كانت كابس وراحت عليها نومي، وأبويا وأهلي والجيران وفتحت بينهم. بسيطة مش مهمة، أكم بلاوي بتتنسي. تتنسي يعني إيه؟ يعني أنت مش هتتجوزني؟ بصراحة أنا اللي انطلوها ما نتجوزوهاش، ده أنا على كده كان زماني متجوز. يجي إيه؟ يجي داستا. أخرس! اضربيني؟ طيب. القبها اسمها ايه؟ خدمتك سامية. ده انا اللي في الخدمة، انما ايه القبها دي كلها؟ اني هننزل. وهو ده معقول؟ ده احنا لسه الليل واخره. هو انت كنت رايحة فين؟ ما نعرفش. ده انت اسكندرانية بقى، تيجوا نلعبوا زمالك واتحاد. انا عايزك ترقصالي بالقوي قوي قوي قوي. يا واعي يا فوق يا
واسمع ولا امشي، انا عامل كده ما تشربش، وبشوف واسمع ولا امشي، انما لو حد كيدني بفرز واحرق اجمني، لما ازعل ببقى كاني زي الفلفل بالطرشي. هوريك البيتة، هوريك البيتة، هوريك البيتة، رقصني يا جدع. يعني خمسة وخميسة، اللي ما يحبناش يتنقط نقطة، واللي يحبنا يعلى بالنقطة. الحلاوة كلها تري يا حمام، خلي الشوك يتباع. الله سمير، انت غطسان فين؟ دي قابلتي قلبت الدنيا عليك. اهو كده اللي يشتري ما حبش اللي يتفرج. ازازة الويسكي اهو كده اولاش، والشينجي والكينجي هتلاقينا كمان ازازتين. احبك يا فنجاني. اهو كده الشغل. بقول ايه يا قبلتي؟ طبعا اسمكوا ثانية واحدة. على فين؟ قاعدنا صارفين. هروق لك النظام وجاي لك حالا. غير يا قشطة، اكون انا كمان روقت النظام. نواعم يا ست الكل، يا قمر انت. مش قوي كده، كنت فين لسه عادي يا الدلعادي؟ اصلي كنت في رحله صيد والصناره غمزت عقبال عندك. ارزاق بقى ست نواعم، ارزاق. تعالي تعالي موريها لك. تعالي بس معايا، تعالي تعالي بس تعالي. اهي قاعده هنا يا اختي. يا اختي يا اختي يا اختي، ايه النور اللي هالل ده؟ ايه البدر اللي طالل ده؟ مساء الخير يا ستي. ست بقى ايه يخسى عليكي؟ قولي لي يا قبلتي. اقعدي يا اختي اقعدي. هي دي بقى قبلتنا كلنا. وانا ما يشتري اتفرج. انتي قبها ومنجاها، ايه يا بنت الحلاوه دي كلها؟ نقاوتي مش اي كلام، دي هيبقى لها مستقبل في الشغل، اساليني انا. انا مستعده نشتغل اي حاجه، نغسل نكنس وبنعرف نطبخ كمان. ايوه الطبيخ اهم حاجه، الطبيخ شغلتنا دي كلها طبيخ في طبيخ. وانا بقى اللي هعلمهولك على اصله، بس عايزه كلامي تحطي حلقه في ودني. اي خدامتك، ومش عايزه غير لقمتي وفرشتي. انت يا بنت انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ هو لسه في عبط الايام دي؟ ما انت هتتنغنغي. صحيح يا بنتي،
وهتلعبي بالفلوس لعب وتلبسي وتشيكي وهيبقى تقلك دهب. اي في حلم ولا في يا ماهر؟ من بكره الصبح تنزل تشير لها احلى فساتين في البلد وعلى اخر موضه. هو الجمال ده بتاع مرمطه يا عالم؟ ده انت مش عارفه قيمه نفسك. انتوا باين عليكوا طيبين قوي، لكن اني هنعمل ايه قصاد ده كله؟ دي بتسال. عندك بقى قابلتك هترسيكي على كل حاجه. ودلوقتي انت تقوم تستريح يا جميل. قومي، انا عندي هنا اوضه مخصوص للحبايب. تعال تعال يا اختي تعال. انا مش عارفه نشكرك ازاي. انا وقعت وانت سرقتيني. طب اقعدي. انا هريحك قوي، بس شرط الراحه هو الصراحه. موالك ايه يا شابه؟ متجوزه بقى ولا عازباه؟ لا ده ولا ده. مش معقول تبقى الرجاله عين يدفع ليهم لسه لحد دلوقتي بنت بنوت؟ بس انضحك. الا قوليلي انت اسمك ايه؟ خدمتك ساميه. لا ساميه ده ما ينفعش، ساميه ده اسم سكرتيره مدرسه، انما في شغلتنا دي يا روحي ما يجيبش ثمنه. يعني عايزه تغيري لي اسمي؟ ده يبقى احسن عشان كمان اهلك ما يلاقوكيش. انت مش طفشانه؟ ايوه. لكن انت عرفتي ازاي؟ يا دنيا ده كاس وكلنا شربناه. طب انا لما طفشت من اهلي كان اسمي زناد، ولما طفشت من جوزي الاولاني سموني فيفي. طب ودلوقتي؟ نواعم، واللي ما يشتري يتفرج. بس ده ما وصلتلوش الا بعد جوزي الثالث. وانا هسميني ايه؟ اسميكي ايه يا حلوه؟ اسميكي ايه؟ اسميكي ايه؟ هسميكي لولا. لولا؟ الله يمسيها بالخير، هي الوحيده اللي كانت كسيبه عندي. بس يا خساره دخلت الاداب. فين يا مان؟ انت فين يا عليا؟ وبعدين بقى ما تصربعنيش امال. اول مره تقع على وقعه نضيفه، البنت تجنن، عجينه يجي منها. طب ايه بقى وبحبح ايدك المره دي؟ يا سلام عليك يا ماهر، انت ما بتشبحش فلوس ابدا. لا مش هتكروتيني بقى المره دي زي كل مره. انا بقول لك اهو انا برضه بكروتك يا ماهر. نواعم، انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ وانا ما استغناش عنك ابدا. صحتك. الجمال ده كله، ايه الحلاوه دي كلها يا بنت؟ صحيح يا ابنتي لايقه عليا؟ عمر ده انت هتعملي عمايل وتسوي الهوايل. حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ انا مش مصدق عينيا. وراني يا سماه، انا في حلم ولا في علم؟ قطيع لبس البوصه تبقى عروسه. بوصه فشرت وانقهرت. امشي الجره على بره، وانتوا يا بنات سيبونا لوحدينا. انا مش فاهمه كده اتقرش مرحتي كده ليه؟ ما تاخديش في بالك، اصله غيار. ايه غير من يعني؟ بس فتحي له عينيكي. انتي بتعرفي تكتبي؟ بنفسه. بس هتبصمني على ايه؟ على الحساب. اصل نواعم مكسوفه منك. الحاجات اللي اشتريتها لك دي كلها ليها تمن. ومش مهم تدفعيهم دلوقتي. ولا تبخليش على اللبس، ده هو بترنت الشغل. بس نعرف كام؟ وهندفعهم امتى؟ يا قشطه ما تتخضيش كده، ده انا ياما بصمت وبكره الفلوس هتجري في ايدك كده. هاتي ايدك. مبروك. خدي امسحي صباعك ونضفيه، وانت خد الورقه دي حطها فوق الخزنه عقبال ما اجي اشيلها. طب بقول لك ايه، ما تديني نمره الخزنه احطها لك انا. معلش يا حنين، اصلي درست قبل كده كتير وانت مش اول دبور. هي دي بقى اهانه لشرفي. انا مش فاهمه حاجه،
هو سيناريو يبقى ايه؟ ما تشغليش بالك بالحاجات دي، انت تشوفي شغلك وبس. اقعدي يا اختي كده عشان ارسيكي على البير وغطاء. يا مساء الامزوجي. امال فين المزه؟ الله، انت في المزه ولا في المص؟ بنتك انثى. اوقعيني يا ماما، اوامي يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، اوامي يا اما القمر على الباب. نور اناديله في صحه الانس. في صحه الهلس. النهارده بقى عندنا سمك اسكندراني، انما على مزاجك. اموت في البياس. اوعى تطلع زفره. شبك حبيبي شبك قلبي. يلا يا قباه. يا لهوي يا قبلتي، هي الحيطه بتتحرك. ده باب دكاكيني على راي المثل، داري على شمعتك تقيل. سيبوني يطلع، احنا ننزل اهو الباب ده بقى اللي وصلنا للعز. اني خايفه. معلش. اني مش عايزه نشتغل الشغلانه دي. وانت لو اخذت هتغلطي في حاجه، انت هتنصبي يا قشطه. منصب ازاي؟ يعني مفيش راجل هيغصب عليك، وانا هتبورك على حاجه، انت غايه ما هنالك هتقعدي تجلسي وتانسي الزباين عشان نكسب المحل. اخ ياني، محدش بياكلها بالساهل يا قباه. يلا بينا. يلا يلا. العين يا بنت. واد يا حيره. العامين يا معلمني. بنوره كلهم يا كلهم يا يا ما هنا يا ما هناك. يا قليل الاداب. يا اختي اضحكي لك ضحكتين، خليهم يفتحوا لك ازازه شمبانيا. والشمبانيا دي كمان، دي هتعجبك قوي، وليكي على الازازه جنيه. زبون يديكي نص دسته، يديكي دسته انت بقى وشطارتك. هي مس. معلمة وصلت ومعاها القباها. حلاوة حلاوة قشطة يا قباها. ايه؟ بقول لك ايه؟ محدش هيجلسها الليلة الا انا، مفهوم؟ بس الليلة افتتاح وكلك نظر بقى. الوسط انا واعم يا موسيكانتي. سلام المعلمين. تعيش يا اكسترا. يا اسكندريه يا ام اللطافه. ايه يا اسكندريه؟ سلام سلام لسوق الخضار بيبس على حلقه السمك. المسا مقبول، واطلب تنول. ايه ده؟ المعلم ترياق خير على المحل وعلى البنات كلهم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ده الف اهلا والف سهلا، ده انت نهارك النهارده اللي هو. واد يا حيله افتح ازازه الشمبانيا. ما تيجي جنب هنا عشان ناخد راحتنا. قبلتي. هجيلك انا. هي سابتني وراحت فين؟ احنا هنا مونسينك يا قباه. قابلتي. احب الكابوريا. اوعى اوعى ارحم نفسك. الحقني يا دكتور انا في عرضة. الحق جبت الفلوس اللي معايا. ايوه ايوه الفلوس بسرعه. بص ايدي ده. هات الفلوس، هات الفلوس اللي عليك. ايه ايه كلها على دايب القفل. طيب استنى. الفلوس دي طبعا مسروقه. يالا انت مالك انت؟ الحقنة خلصني يا ابو سيدة.
اهلا بالمعلمة. جبت لك التموين، دي رابع ازازة الليلة والحساب موجود يا معلمة. ابقى اطلع لي بيه اخر الليل، ولو ما لقيتنيش استناني. اوعى تدي ماهر فلوس في ايده. فاهم، وتحت الامر. مفيش واحدة فيكم تتنقل من عند الكوافير لغاية لما ارجع لكم تاني، فاهمين؟ وانا حامل شعر الشنيور الكعكة من ورا. شنيور الله يرحم ايام ما كنت بتغسليه بالجاز. انا حامل مانيكير وبيبي كير. والله وتمدينا ونسينا ايام الحجر اللي كان بيدعك الاشف. وانت يا نولي هتعملي تسريحتك ازاي؟ زي ما يعجبك يا سمير، اني حسب ما تقول. بيسد نفسي. كل انت تفضل. بس ده كتير قوي. متوصية بيك يا سيدي. مطرح ما يسري يمري. يا جميل يا فاعل. قلتلك بلاش ايدك، انا مش هنقعد معاك. لا انا فاتح ازازتين. هتقعدي يعني هتقعدي غصب عني. قلتلك اقعدي بايدي. لا انا ما اتكلش اوانطة. بقولك ايه، انت تفوق لفواك كده برضو. ايوه كده. طب مش دفع الحساب؟ الحساب بتاعك على الجزمه القديمه، مش عايز اشوف وشك في المحل هنا تاني. بره خروج يا اللي جالكوا هنا تاني. محل ما بقدرش الزبون. اطلع بره. انا مش كراوي يا سمير. انت اتجننت يا سماهر؟ بتطرد لي زبون؟ سكران ولا ادب؟ عايز المطلوب يا خروب. احنا فاتحينه ايه، مش للسكر ولا دوال محاسبه ولا عشان حصلت مع البت لولا؟ البت جديده وفي خوف لا تطفش. مالكش دعوه بيها يا حنين، انا فاهمه شغلي كويس يا حادق. خلاص يا حيله عملت الاليستا؟ تمام التمام يا قبلتي. هدرجة بدرجة من كل عين زرجة. هاي يا قبلتي خليه رقصة. ضعيف هنا بعض الشيء.
دولي 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 كلها كام اسبوع وهتلم على مبلغ يوصل بالطول وساعتها هنهرب سوا. نهربوا؟ نهربوا على فين؟ انا موظف كل حاجه وهنخلص من النواعم اللي بتبيع فيكي وبتستغلني. ها ينفع لولا؟ هو انا يعني غاويه اللي انا فيه؟ لما انت بتعمل معايا كده ليه؟ علشان لقيتك مش وش مرمطه وعشان كمان مش هقدر استغنى عنك. صحيح يا سمير. صحيح يا لولا، انا عايز اصلح غلطتي معاكي وانجدك من الجحيم اللي رميتك فيه. مش عيب عليك؟ مش مكفياك نواعم اللي يتمناها سيد سيدك؟ لبستك ونضفتك وعملتك بني ادم، تقوم تحط راس انا براس واحده جايبها لي من الشارع؟ هدي نفسك بس، انت اصلك فاهمه غلط. غلط؟ ده انا عدناك وخبزاك، لكن هقول ايه؟ دي للكلب عمره ما ينقام، انا بقى هعرف اربيه. انا واعي. اسمعي بقى مولي. اخرس، ناخد منك العربيه واقلعك هدومك وارجعك زي ما جيت. وانت اللي مدت لك ايدي وقضيتيها. انا ما عملتش حاجه، انا بس حبيت نتفسح شويه ونشم الهوا. هوا؟ الهوا اللي ملوش دواء؟ وما حلكش يا اختي تشم الهوا غير مع ده؟ انا هنروح لحال سبيلي، انا مش عايزه نقعد هنا. وهو بمزاجك؟ انت ناسيه انك كدالي وصل امانه ممكن اسجنك بيه؟ هو انا اشتغلت عندك بكام وكسبتي من ورايا قد ايه؟ يعني هنمشي ولو حشتيني هنبلغ البوليس بالمستخبي كله. لا لا، بوليس ايه بقى؟ ده انت كده هتضايقيني انا. انا مش قاعده هنا يعني مش قاعده هنا. وماله يا قشطه؟ اللي مش عايزنا احنا كمان مش عايزينه، واكفى عن خبر مجور. طب اديني الوصل بتاعي. عينيا، وفوق منهم كمان قرشين عشان تمشي بيهم روحي. استنيني جوه وانا جايالك. انتي ناويه تعملي فيها ايه بالظبط؟ مالكش دعوه، ما هي ما جايبك السودا. استناني هنا انا راجعالك. وادي حيله. ولا خشي. ده انا ما صدقت روحي. صوتي يا ناس الحقوني يا ناس. محدش هيسمع ومحدش هيسمع. قابلتي بتقول لك ريحها بالدواء. يا نايم. دواء ايه؟ اللي هيهدي اعصابك عشان ما تسيبيناش ابدا. امسكها كويس، انت هتنبسطي قوي. شوف مين، واذا كان اي حد من الزباين طرقه مش وقته. يا مسهل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ابعد يا باشا يا حيلة. صحيح. لولا لولا فوقي بسرعه، لازم نهرب من هنا. يلا لولا. فوق يا لولا، لازم نهرب. الحقينا يا بلادي خدونا يا بنات.
وما شفتيش ماهر بعد كده؟ ماهر بعد ما تلطمت ودخت السبع دخات وتشحطت من بنسيون لبيت كل شيء وعرفت بدل نوع من اللي قلعن منها شربت المر من كعاني وبعدين بقى اتجوزت. ماهر؟ لا زبون من اللي تعرفت عليهم لما دخلت نفوخه غنى عليا بالجواز. انا قلتهم ماله ستر ومصلحه. وعشتي معاه كتير؟ لا ما طولتش سنه لاربع ايام. انا سافرت معاه بلده وكانت نيتي سليمه وعايزه نعيش وبدل ما يعملني ست بيت بقى عاملني كاني شغاله. وبعدين لا مؤاخذه حبرت منه. صلي على النبي بقى قبل ما تبصي. صلي على النبي. بصي بذمتك شفتي بنتي بالجمال ده كله؟ بسم الله ما شاء الله زي القمر. ايوه لو ربنا اداني العمر وسترها معايا لنربيها على التعليم والادب زي كده. ربنا يوفقك. لكن ايه اللي حصل؟ طلقك واديها لك؟ انا خلصت منه قبل ما نولدها. ايوه على بكره لما كنت نطلب منه ازازه ازوزه يقول لي روح اشربي ميه ساقعه ولما طلبت الطلاق اشتغلني في الضرب والاهانه. رحت على السفاره بتاعتنا وقلت لهم الراجل ده عاوز يسرحني ما سابونيش غير لما طلقوني منه ورجعت بس على حساب الحكومه. طب والبنت عملتي فيها ايه؟ وسميتيها ايه؟ سميتها امل من نفسي. ماري ما عنديش امل في اي حاجه. اه لو تعرفي ان البت دي ولدتها فين. ما بقتش عارفة نروح فين ولا نيجي منين. مفيش فلوس مفيش ناس ومفيش حتى متوى نلقح فيها جدتي ونريح البت. ما فكرتيش ترجعي النواعم؟ وده معقول يا مفتحة؟ لكن رجعت لغيرها بس مفيش قصة رضيت تاخدني ببنتي. مين؟ لولا انت فين يا بنت؟ ازيك يا عم سليمان؟ ممكن نقعد؟ ده انت تتفضلي على العين والراس. يا سلام بس كده هي ايامك تتنسي؟ لكن ايه دي اللي انت شايلاها دي؟ انت خلفت يا خايبه؟ اه انا تعبانه قوي. باين عليكي. هجيب لك حاجه ساقعه عشان تبردي ريقي. خدي اشربي. الف هنا وبشفا. طبعا بتشربيها على لحم كوف. انت عايز الصراحه؟ ما هي باينه ايه؟ لكن ولا يهمك. انا تعبانه وما نقدرش نشتغل دلوقتي. ما معكش انت سلف؟ لا
هاتي البت شيلها لي في الحبس والصون لغايه ما تطلعي وتنزلي. امرك. شقه 22 انا ما بطلعش حد فيها غير اللي بعزك. حاضر يا زمن. خلي بالك. ولما نزلت بعد ساعه البواب خد مني 2 جنيه واحد علشان الشغل زي كل مرة والتاني علشان شلي أمل. كله بحسابه يا مزمزيل، مفيش حاجة في الدنيا دي من غير تمن. إذا كان كلامي ده هيضايقك بلاش منه خالص. يا لهوي، علشان المأمور يفتكر إني أنا اللي مرضيش إني أحكي لك. لا لا لا، أنا فعلتك. هو البتاع ده بيشتغل؟ أيوه. أنا لما خرجت من السجن كان عليا مراقبة، يعني لازم كل ليلة نيجي نبات هنا في القسم ونخرج الصبح. تعرفي أول ما استلموني هنا قابلت مين؟ مش هتصدقي يا مزمزيل، والنبي حاجة ولا السيمة. ولا يا مال. اهلا اهلا، مساء الخير يا شوش، منور الاسم. انت اتاخرت ليه في ليلتك السودا دي؟ طب رد المساء قول مساء الخير الحمد لله على السلامه. بقى شوف اسمع، ميعاد المراقبه بيبدا من بعد المغرب، يعني من ساعه المغرب تكون مزروع هنا في الاسم. بقول لك ايه، ما تخليك حلو امال، ده الشوش عطيه كان بيفوت. انا بقى ما بفوتش، انت فاهم؟ وبعد كده لو اتاخرت هعمل لك قضيه واحبسك ليه؟ امشي جرب قدام مني احنا. انا موجود وسداد واطلب الاسعاف يا شاويش. انت كمان هتدي اوامر في بنتك المهببه دي؟ الدار مالكش صالح. يا ايه ما هي صالح؟ البنت دي تبقى بنتي. ماشي قدام ماشي. يلا يا بنت. حاضر حاضر، هبعت لك بروه في المطبعه. مش كان في ميعاد بينا امبارح؟ تقدري تقولي لي ما جيتيش الكازينو ليه؟ ما قدرتش. ولا هتقدري. ده انت لغايه النهارده مش قادره تكتبي موضوع انت نفسك عايشه فيه. مشاكل الاسر الجامعيه. موضوع سهل وبسيط ومع ذلك كاتباه بشكل يأسف. ده موضوع انا كاتباه بكل احساس. هو فين الاحساس ده؟ انا عايز منطق، هو فين في موضوعك؟ بذمتك تقدري تقولي لي ازاي اقنع قارئ بالاحساس اللي بتقولي عليه ده؟ حاضر. أعيد كتابته. قلت لك 100 مرة أنت محتاجة دروس في صياغة الموضوع الصحفي. أتعلم. أديني سمعت كلامك وخرجت معاك. أنا تحت أمرك. بس هنا ما ينفعش التفاهم. أنا ما أحبش الأماكن المفتوحة. ما كنا في المكتب. ما ينفعش. اللي داخل واللي طالع ده غير التليفونات. اسمع يا استاذ سعيد. استاذي في المكتب، هنا تقولي لي سعيد عشان نقرب من بعض اكتر. زي ما انت عايز. تاخدي ايه؟ تشربي كاس معايا؟ لا انا ما بشربش. يبقى 2 بيرة. عصير برتقال من فضلك. يبقى 1 بيرة. ايه اللي بتعمليه ده؟ في ستة في الدنيا تطلب طلبها من الجرسون؟ انت باين عليكي لازم تاخدي دروس في حاجات كتير. اتعلم. تسمح بقى ندخل في الموضوع؟ انا عارف انت عايزه تقولي ايه. الموضوعات بتاعتك بشطبها علشان ما بتعجبنيش. مش معقول كلها. فلوس، شهره، مجد. بابا ما سابنيش محتاجه، وماما عندها اللي عايشنا مرتاحين. أنا عايزة اسمي على صفحات المجلة بالبنط العريض. من حظك إنه ده في إيدي أنا. شيرز. ما تيجي نقوم عشان نعرف نتكلم.
والله وحشين يا بنت يا لولا. يا سلام، يعني كنت دورت عليا؟ نوام حبستني، اتهمتني بسرقة الخزنة بتاعتها، ظلم وحياتك. طبعا ماني كمان اتحبست ظلمة زي. عارف، ما انا سألت في الاسم وقالولي. انما انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ لسه في الكار؟ تشربي ايه يا لولا؟ ازوزة. ماشي كلام. يا متر اتنين ازوزة وهتولد. هو انت لسه؟ ايوه يا لولا، انا لسه عايزك تبطلي شغل. انت تقعدي بالبيت في البيت وانا هصرف عليكم، وانا بقى قد الاول. بقول لك ايه، انا ما بقتش كروتيا زي زمان. الكلام ضربت دماغ ولا بتحبني كده؟ طب تذكر يا متر. شكرا. بكره الايام هي اللي هتجاوبك يا لولا. حد يشرب قهوة بالليل، الناس تشرب كونياك، ويسكي شمباني، والمبتدئين يشربوا بير. ده انت حتى ما وصلتيش الابتدائي. معلش بكرة اتعلم منك. اهو كده، انا احب التلامذة اللي يفهموا بسرعة، وانت باين عليكي ذكية. انا هدوقك قهوتي. طول النهار في المجلة قهوة وشاي وشاي وقهوة، لما الواحد بقت معدته قهوة بلدي، الويسكي هو اللي نعلش. انت ما اتجوزتش ليه؟ ظروف، ما احبش اتكلم عنها. انا سمعت انك زمان كنت مسجون سياسي. ده كان زمان، زمان قوي. انا اسفه اذا كنت فكرتك بذكريات مؤلمه. كنت جاهل وعلموني في السجن محو الأمية. انت باين عليك تعبت قوي. انسي الحكاية دي زي ما انا نسيتها. انا دلوقتي ما بفكرش غير في حاجة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه اصله ده؟ اديني سجارة من فضلك. ايه؟ ما انتش حين عليك العلبة؟ تدهني بالجملة وتاخديها بالقطاعي؟ اتفضلي. مالك يا مزمزيل؟ مش مزمزيل برضو؟ فين ابتسامتك الحلوه؟ اعتبريها روج وما تشيليهاش. هنقابل ناس مهمين يرفعوك للسما باشاره واحده. وايه المطلوب مني؟ بكره هتشكريني اني بقدمك لاهم مستويات البلد. ما تنسيش في جوه ناس مهمين وتعبانين طول النهار. يا اخي استنى لما نسلم على القمر الاول. اهلا بالشياكه والجمال. اتفضل. هاتي ما يجيبش معانا الحاجات الحلوه. على فكره ليلى غاويه دايما تقول سعيد يا هاتي، اصلها بالترجمه الانجليزي. مش وغيره عامله تلمستي لكن شاطره قوي. ليلى هاني معادي بيها اصحاب البيت. دي عبله هي اللي صاحبه البيت وصاحبتنا من دلوقتي. عبله بليز فيل ات هوم. دلوقتي انا الضيفه وانت صاحبه البيت. شمبانيا ولا ويسكي؟ اي حاجه. يبقى شمبانيا. اسكت اسكت، ما سمعتش عن فضيحه ثانيه هنا في المنتزة؟ وصلت الاخبار.
رايك في الجو؟ لسه ما اخدتش عليه. على مهلك، انا مش مستعجل. عن اذنك. معقولة واقفة لوحدك؟ غلط مش كده؟ محدش بيطلع من غير زلالة، الناس هنا كلها اسانسيرات، أقل واحد فيهم بيعمل إعلانات بكذا ألف جنيه في السنة. عليك. اسمحي لي بالرقصة دي. ما بحبش أرقص. يلا نروح. عارفة يا ماما، عارفة كنت بفرح بيكي وانا بسمع صوت مفتاح الباب وانت داخلة عليا بالليل. مش ناسية يا امي، فاكرة اني لازم احققلك كل احلامك. حاضر، هعمل كل اللي انت عايزاه. انا عايزاكي قد الدنيا، عايزة كل الناس تتكلم عنك وتقول بنت انعام نجحت وفلحت. عايزاكي جورنالجية قد الدنيا. صحفية يا امي، صحفية مش جورنالجية. صحفية جورنالجية مش مهم، المهم تبقي قد الدنيا. اهل ابوك اللي زعلوا مني يوم ما اتجوزني وقالوا اتجوز فلاحة جهلة، عايزاهم يعرفوا ان انعام الفلاحة الجهلة دي عرفت تربي، عرفت تطلع بنت احسن من 100 راجل. ايه لعب العيال اللي بتعمليه ده؟ انت عارفة يعني ايه تمشي من غير ما تستأذني؟ مفيش راجل معاكي تقولي له انك مروحة ولا انا مش باقي عينك؟ انت كنت مشغول مع ليلى هانم، والمشغول ده مش هيفضى. ما حبيتش اضايقك. انت باين عليكي مش هتتعلمي ابدا. انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ عايز تتعلمي وصول الزول اتيكيت. مش كفايه مش قادره تكتبي موضوع علم؟ يبقى لا صحافه ولا زول. ارجوك انت كده بتهني. انا اللي بهينك ولا انت اللي بتهيني نفسك؟ شوفي اتعلمي الناس بتعيش ازاي. هتفضلي طول عمرك خام؟ انا عايز اخليكي اكبر صحفيه في مصر. وهي دي الطريقه؟ هي دي طريقتي ودي اقصر طريقه. ايه اللي عملت نفسك ده؟ كان عندك ماتش باسكت؟ لا كنت بذاكر، ولما معاد الجاي جيت لك على طول. شفتي بقى مين اللي ما بيفرقش بين الشغل والحياه الخاصه؟ بذمتك ده شكل واحده ست؟ نفسي افهمك مش قادره، عايز اعرفك مش عارفه انت ايه. مفيش اي حاجه بتعجبك؟ ازاي بقى، في حاجات كتيره بتعجبني. وانت ما فكرتش بتعجب مين ولا رأي الناس فيك ايه؟ 99% من قرائي بيحبوني. مغرور. قلتي حاجة؟ واللي مش 100%؟ علشان ما بقاش مغرور. يا ترى ليك أي ملحوظات على موضوع الأخير بتاع المرأة في صناعة السينما؟ ده أقل موضوع ليا فيه ملحوظات. بدل العقد. ايوه يا ستي البلاش كتر منه. تدالي باليمين وتاخدها بالشمال. متاسفه رحت بعيد قوي. خلينا في موضوعنا. مهر عمل معاكي ايه؟
اخدني انا وبنتي من اوضه فوق السطوح، كان مسكني فيها عم سليمان البواب ووداني على شقته، وهناك الدنيا اتغيرت في يوم وليله، وابتدى الحظ والفرفشه. انا عمري ما كنت سعيد بالشكل ده. انا عايزه منك خدمه. خدمه واحده بس؟ ده مليون خدمه كمان. انت بس تأمري. بلاش انت بالذات تقول يا لولا، ده اسم كار الهم والشق. لكن انت حبيبي يا سماهر. عندك حق. حاضر يا خص عليك. انت نسيت ساميه يا سوطل. سوطل؟ ده انا عمري ما حبيت بالشكل ده، مع انك ديك وسط فراخ. عمرك شفتي فرارجي بتصعب عليه فرخه وهي بتتذبح؟ طيب اشمعناني؟ مش عارف، يمكن لانك الحاجه الوحيده النظيفه جوايا. قبل المغرب بشوية كنا نسيبه أمل مع صاحبة البيت وننزل نروح القسم في ميعاد المراقبة، أكننا مستخدمين رايحين الوظيفة. سماهر كان مخلص قوي في شغله يا مسمازيل، ما كانش يطمن إلا إذا عمل كل حاجة بنفسه، كان واخد الشغلانة جد قوي. وكان يرجع لي كل يوم بخمسين ستين جنيه. تصدقي كل يوم؟ الله دي حتنا امسك الخشب بس، ده ما كانش مخلي نفسي في حاجه لا انا ولا بنتي. امال ايه اللي حصل؟ كان اسعد يوم في حياتي. لولا 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 لولا، ازيك ست الحاجة؟ الله يسلمك يا ابني. امال لولا فين؟ خرجت من بدري. خرجت؟ خرجت راحت فين؟ معرفش، ده انا حتى من ساعتها قاعدة بالبنت وسايبة شقة تضرب تقلب. طب كتر خيرك يا ست الحاجة، سيبيها لي انا هاخد بالي منها بقى. هي رضعت وغيرت واتدلعت كمان. متشكر قوي يا ابني. العفو يا ابني. شكرا، مع السلامة. الله يسلمك. الكتكوتة. ايه اللي يخليها تسيب بنتها لوحدها كده بس؟ مش عارف راحت فين. مبروك يا مدام. صحيح يا دكتور، بس لازم تخلي بالك من نفسك شوية. أنا هكتب لك شوية مقويات، الأولاني ثلاث مرات بعد الأكل، والتاني حباية واحدة كل يوم، وعايزك تفوت عليا مرة كل شهر، وأوعي تنسي تاخدي لبن على قد ما تقدري. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية. يا كوتش، ها يا كوتش. كنت فين يا بنت؟ ايه غيران عليا؟ ردي عليا، كنت فين؟ الله بطل جوز معاه. ده بقولك كنا في مشوار. مشوار ايه؟
هو ايه اصله ده؟ مشوار من مشاويرك كنا عند زبون. سيبوني يا واطيه. اسمع الله، سبت لك العلالة يعني ده جزيرتي اللي قلت نساعد في مصروف البيت؟ حد قال لك اني محتاج مساعدة من حد؟ ها؟ انا هقتلك واروح اجيب لك. انا صرت حاجة في حاجة يا بنتي. خدي عليا، انا صرت حاجة في حاجة. حرام عليك يا سيدي، حرام عليا، حرمة عليك يا عيني. طب انت حقيقي يا جماعة، انا هخلص عليك. لا حرام عليك. ايوه انا حامل منه، انا كنت عند الدكتور ورشتها عندك في الشرق. امال ايه اللي انت قلتيه لي؟ ليه قلت كده؟ انا كنت عايزه اشوفك هتقول ايه، تحبني ولا لا، وهتتجوز ابو ابنك ولا لا. ودي عايزه كلامي يا عبيطه؟ ده النهارده عيد، واسعد عيد كمان. صحيح يا سمير. اقعدي تعالي استريح استريح. سامحيني، ده انا استاهل قطع ايدي. ما تشرح عليك، ما تشرح عليك. اسلمي ايدك يا سيدي. ها قولي لي بقى، الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ ولد ولا بنت؟ قال لي زي ما سمير عايز. انت عايز ايه؟ ولد طبعا، عشان ياخد باله من اخته. ماشي، سيب الحكاية دي على ربنا وعليا. أنا لا يمكن نهز عليك حاجة أبدا. بس أنا عايزه يطلع جدع، يطلع محترم، مش زي أبوه. ما تقولش كده يا سمير، ده أبوه أحسن راجل في الدنيا. هان عليا دلوقتي اموت نفسي. ما تقولش كده يا سمير، هي الدنيا من غيرك تسوى ايه؟ الدنيا من غيري تنضف. انت عارفه مين اللي عودني على الكار ده؟ ابويا. ابوك؟ ايوه ابويا، كان راجل صاحب مزاج، كان بيبعتني بالهدايا والمواعيد لرفايقه من ورا ظهر امي طبعا، ولما كان يتبسط مني كان يديني فلوس. لما نجحت في الاعداديه ما اتبسطش قد ما كان بيتبسط لما اعمل له اللي هو عايزه. لما بوظت ما زعلش قد ما كان بيزعل لما اقصر في حق مزاجه. ولما مات مات مفلس وحصلته أمي، وما سابليش غير الصنعة دي. بس أنا لا يمكن أبقى زي أبويا، لا يمكن أخلي ابني زيي. أنا عايز أنضف من اللي أنا فيه، عايز أنضف من جوايا. أنا حاسس إني وفريق. انا حكايتي خسرت لحد كده. يا زوجتي انت بتعيطي يا مسمزيل؟ مفيش حاجة، يعني الكلام ده حصل قريب. مفيش اسبوعين وسيماهر طلع جدع، كتب كتابه عليا وخلع المدكار، مع ان السوق طالبه والشغل كده اهو. وبيشتغل ايه دلوقتي؟ لسه من غير مؤاخذة بيدور على شغل، بس ربنا موجود ومكان على المرابة. خلاص انا ما فاضليش غير شهر وهو ست اشهر، يعني خلاص هانت وهتتعدل قوي. ربنا يوفقكم. تسمحي لي اساعد بحاجة؟ المساعد ربنا. انا بس عاوزاكي تكتبي لي في الكورنال بتاعك كلمتين، تقولي للعالم ده كله ان ياما في الحبس مظاليم. عندك حق، وياما في ناس عايزة الشنق.
مع اني قلت له سيبك منها، دي خربت بنوك وحطير المراس كله. فرحان قوي حضرته انها رقصه مشهوره وضايقت منظر بيها قدام الناس. اتفضل. يا ريته كان عارف بنت صغطوطة أمورة زي اللي كانت معاك آخر مرة. اللي هي راحت فين؟ أخبارها إيه؟ معرفش، بقالها أسبوع لا حس ولا خبر. لا بقى ده أنت نايم على ودانك. أنا بقى عندي الخبر الأكيد. زيت زيت. نعم. اللي عطاك يعطينا. إيه الغلطة دي كلها؟ كده الموضوع سعادتك. وبعدهولي ما اتفرجش. مش عايز اشوف وشك. يبقى الموضوع مرفوض. استغلال لنفوذك؟ ده موضوع مش مناسب للعائلات. في ناس محترمين بتاعه وعندهم بنات. انت اللي عملت الاتصالات وسهلت لي مواقفة البنت. ده اقتراحك ولا نسيت؟ ما كنتش فاكر انك هتكتبي بالوقاحة دي. انت اللي بتكلمني عن الوقاحة؟ وانت اللي فهمتني وصولي عن طريقك. طيب انا هروح لرئيس التحرير. ما تتعبيش نفسك. رايه من رايي. حضرتك طبعا اللي اقنعته مش كده؟ وقلت له كمان انك ما تنفعيش صحفيه خالص. نبل حقير. ده صحيح، لكن هتعرفي تقنعي ايه اللي خلاني اعمل كده؟ للاسف لا، لكن الموضوع هيتنشر هيتنشر وعليه اسمي بالبنت العريض. وازاي ان شاء الله؟ باسلوبك يا استاذ. مش بتقول اني تلمستك وشاطر قوي؟ هتشوف. بس كده؟ ده رئيس التحرير بتاعكم ده يتمنى رضايا. ده انا شركاتي بتعمل اعلانات في المجله بمبالغ تسمح لي بتنفيذ اي طلب. طب كلمه في التليفون دلوقتي، اهو بيسهر في المجله ومش بيروح قبل نص الليل. طلباتك اوامر. الو، مساء النور. اهلا اهلا زيد بيه. الله يخليك. لا ابدا، بس انت عارف المشغوليات. لا ابدا، مفيش ازعاج ولا حاجه ابدا. افندم، لا تحت امرك. انا اصلي عندي حمله اعلانيه هتتكلف كتير، وطبعا مش ممكن اديها لمجله غير مجلتك. افندم، لا لا لا، مفيش داعي تبعت لي مندوب، انا ليا واحده هبعتها لك. يعني تقريبا كده. قريبتك من بعيد؟ قريبتي من بعيد، ولحسن الحظ انها ضمن المجموعه اللي بتتمرن عندكم. اسمها عبله. انا هبعت لك معاها كل التفاصيل وشيك اول دفعه. بس وحياتك، هي كمان لها خدمه عندك انا وعدتها بيها. ده من عشم طبعا، ولا انا ماليش عشم؟ ارحمي نفسك شويه من المذاكره. انا مش بذاكر يا امي، انا بكتب مقاله هتهز الدنيا. بنتك هتبقى اشهر صحفية في مصر، لا في العالم كله. عبد الفتاح يوسف تكتب لكم من امريكا، من المانيا، ومن روسيا كمان. عبد الفتاح يوسف حول العالم. وانا هلف معاكي مش كده؟ بس يا بنتي ده انت كده تبقي مش ناوية تتجوزي وانت قاعدة تتنططيلي من حتة لحتة. بس وزير عبلة موجودة؟ أيوة يا بنتي، اتفضلي. سامية؟ خير؟ في إيه؟ رحت لك المجلة بتاعتك، وبعد ما دوخولي السبع دخات ادوني عنوانك هنا. بنت حلال، ده أنا كنت لسه بفكر فيكي. الحقيني أنا فعلتك، سمير مش لاقياه. ماما من فضلك اعمل لنا شاي. من عينيا. طب اقعدي، اتفضلي يا مدي. اهدي، اهدي وقولي إيه اللي حصل؟ نزلنا سوا من البيت، رحنا القسم زي العاده،
هو راح ينفذ المصاريف اللي عليه وانا دخلت الحجز وساعد ما جينا نروح ما لقيتوش بشوف في الشارع زي المجانين رحت البيت سالت عليه قالوا لي ما جاش دي فعلتك يا مسمز العبله طب اهدي بس ما تعمليش في نفسك كده تاني ما صدقت اني اتسديت واتلميت وبقيت ست محترمه يوم ده مني في شربة مية ده لا يمكن ابدا انا هعمل جريمه الدرجه دي بتحبيها سامية اللي بحبه ده اللي وسعت نعمل اي حاجه بس يرجع انا ما قدرتش ان احنا بلغ البوليس ليكون لا يمكن نعمل حاجه ده وعدني يا مزمزيل اعملي معروف اعملي معروف شوفي صرفة نفيتي ايه بس لو سمحت يا انسه رجعي تاني للي بعتك بيه انت ازاي عاوزه تنتمي للصحافه وانت مش فاهمه قد ايه الصحافه دي مهنه شريفه وليها احترامها اصل الحكايه انا عارفها كويس وفاهم كل اللي حصل انا كنت عايزه ايه عايزه فضايح انت حره بس احب اقول لك اني حاولت الاستاذ سعيد للتحقيق وطبيعي المجلس الاعلى للصحافه هيقرر فصله تحبي احولك انت اخرى معاه لا ارجوك لازم تفهمي يا شاطره ان فلوس الدنيا كلها ما تقدرش تشتري ذمه صحفي شريف فلوس الدنيا كلها لو اشترت كل حاجه ما تقدرش تشتري الصحافه النظيفه ولا تبقى كارثه يعني البلد تخرب وتنتهي حضرتك فاهم غلط بالعكس انا فاهم صح وعارف سعيد وزيد وامثالهم كويس وما تختار تبقي معاهم ابقى عرفت كويس وللاسف انا ما اقدرش اقدم للصحافه مثل هذه النوعيه انا كل اللي كنت بحلم بيه ان اسمي يتنشر بالبنط العريض اسمي ينشر بالبنط العريض عن طريق الصبر والكفاح والجهاد ما انت ليك زميلاتي شرفوا وتقاريرهم تعتبر مثال للقيم الصحفيه الاصيله اما انت انا تحت امرك في اللي تؤمر بيه بره يا فندم اتفضلي بره ازيك يا هيلة؟ وحشتني وحشتك طب اديني واحد كونياك دوبل كونياك دوبل؟ تبقى ناوي على الشر بالعكس ده انا جاي وانا قصد كل خير كده؟ طب خير فين يا هيلة؟ انا هنا يا ابن الحلال اتفضلي معانا يا ست لون ثانية صابر ولسه صابر خليك صابر على طول بقول لك ايه نوام يوه هو انت معرفتكش من البهدلة اللي انت فيها ما كفاية تعطين بقى نوام انا غلطت ودفعت ثمن غلطتي وجاي بقى تجر ناعم ولا تقول شكل للبيع انا جاي اقول لك حقك عليا خاين وحرامي لكن اخلاق كفاية بقى انا واحد انا ما جتلكيش غير بعد ما اتبهدلت واتمرمطت وعرفت قيمه اللي انا كنت فيه كده بس انت وحشتيني قوي انا واحد قوي كنت بتفتكرني في الزنزانه وانت نايم على الاسفلت سنتين طوال عراض كنت بفتكرك كل ليله انا واحد وانت ما افتكرتنيش افتكرت غدرك بيا وهو انت اللي عملتيه فيا ده شويه انا اقدر دلوقتي باشاره من صباعي اخلي اللي يضربك واللي يقتلك كمان وهون عليك يا نوال معرفش راح فين وما جاش يسلم نفسه في ميعاد المراقبه
يعني معناها هيروح السجن تاني؟ يمكن حصلت له حادثه. ما فيش انا عليه. يو يا اما شاف بشوفه يا ماشي في الطريق البطال. يا لهوي يا شيخ اصفر بوقك يا بنتي. قولي لي، طول الفتره اللي فاتت كان في حد غيري؟ انفر باليوميه كده، لكن ما عينتش حد على درجه. على فكره انا جايلك بقى ودماغي كلها افكار هتكسبك دهب وهتعوضك عن الايام اللي فاتت. افكار ايه يا ابو الافكار؟ يعني هيكون ايه غير المحل والعياده؟ شغل الجمله يا صغيره. انا اتعرفت في السجن على معلمين كبار كبار قوي من بتوع الصنف، بدل الحقنه والاتنين والكلام الفارغ اللي ما يجيبش ثمنه. يعني هرب من المراقبه ومنيني كمان؟ هدي نفسك يا بنتي. الغايب حجته معاه. ادور عليه يكون كرامه حاجه. ادور عليه يكون معاه. شامي يا اختي ما تقوليش كده. يا ستك يا ستك يا ستك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قالوا كان بيحبني. يا لهوي بالك يا لهوي بالك يا ساميه. قالوا لي صدقته. طب طب وين فضلي؟ روح شوف المعلمة جاهزت ولا لسه. قابلتي جاهزة من الصبح ومستنياك انت والمعلم قرنفل. بقول لك ورد يا ابني ورد. يو يعني مزروع في جنينة؟ جراه يا راجل ما كله بريحة. طب يلا بينا الشغل وجب. ماشي يا عظمة هنشتغل. بعد ما ترص الصناديق اوعى تسيب باب المخزن مفتوح. حاضر. المعلم اللي هيجيبه ماهر النهارده ياخد 20 صندوق. اهو ده الشغل اللي يملى المخ بصراحة كده. الواد ماهر ده طلع اخر جدعانة. جدعانة؟ هو في جدعانة في الزمان ده؟ اهو كله يا اخويا بحسابه. الحاج سكر. حاضر. اتفضلوا. ازيك يا تمر حلمي؟ الله يكرمك. افتح. الجنينه وصلت. اهلا وسهلا. اهلا بسيد المعلمين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. تعجبني الهمة يا ست الكل. فلوسك جاهزة يا معلم؟ مال كل شيء جاهز والحمد لله. ولا حركة. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا حركة. عملتها يا ماهر قانونية عبارة عن نسبة من ثمن المخدرات اللي انضبطت. ده هيبقى مبلغ كبير قوي. أنا مش مصدق وداني. هي الحكومة بقت بتدفع فلوس اليومين دول. هتعمل بفلوس إيه يا ماهر؟ هديهم لسامية طبعا. هو أنا عندي عز منها؟ وأنا كمان هنرجحه له تاني. إني ما عنديش عز منه. أنا هكتب لكم مذكرة تساعدكم في المحافظة. وهطلع لكم رخصة محل تجاري تبتدوا بيها حياة جديدة. رخصة بوتيك يا سعادة البيه. وهنسميه بوتيك أمل. اخص عليك أمل بس. طب وابنك؟ اللي أنت هتسميه إيه؟ هنسميه مرزوق.
علشان نرزق باسمه. يا واد انت وهي بطلوا اللعبه تكسروا لوح الازاز. ما تيجي يا سامر تشوف العيال عاملين ايه. يا واد قلت بطل لعبه انت وهي.